في حديقة في برلين وجد كافكا طفلة تبكي بحرقة شديدة بسبب أنها فقدت دميتها، لذا قرر أن يساعدها في البحث، لكنه لم يجد شيئا، فاقترح عليها أن ترجع لبيتها وأن يقابلها في اليوم التالي ليبحثوا مجددا. لكنه في البيت قرر كافكا أن يكتب رسالة على لسان الدمية وأن يسلمها للطفلة في الموعد غدا، لأنه كان واثقا أن الدمية ضاعت للأبد. الرسالة كانت: صديقتي الغالية، توقفي عن البكاء أرجوك، إني قررت السفر لرؤية العالم وتعلم أشياء جديدة، سأخبرك بالتفاصيل عن كل ما يحدث لي يوميا. عندما تقابلوا قرأ الرسالة للطفلة التي لم تتوقف حينها عن الابتسامة والفرحة وسط دموعها، وهذه لم تكن الرسالة الوحيدة، كانت البداية لسلسلة لقاءات ورسائل بينهم تحكي فيها الدمية للفتاة عن مغامراتها وبطولاتها بأسلوب ممتع جميل وجذاب. بعد انتهاء المغامرات أهدى كافكا للبنت دمية جديدة كانت مختلفة تماما عن القديمة، ومعها آخر رسالة على لسان الدمية تقول: الأسفار غيرتني، لكن هذه أنا. كبرت الفتاة وبقيت محتفظة بدمية كافكا إلى أن جاء يوم واكتشفت رسالة أخيرة كانت مخبأة في معصم دميتها، وجاء فيها: الأشياء التي نحب معرضة للفقدان دوما، لكن الحب سيعود دوما بشكل مختلف.